الرحمن الرحيم، معاكم عمر سليم. هنشوف دلوقتي طريقة لتحويل الموديل من الريفت أو الماكس أو أي برنامج تاني لأوجمانتد ريالتي. هي الفكرة كلها إن أنا محتاج صيغة يبقى لها الأوجمانتد ريالتي. فالصيغ من ضمن الصيغ اللي موجودة هتلاقي صيغ كتير جدا زي ال دي اي اي أو الأوبجكت أو الاس تي ال أو الزد اي 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 أو الكي ام زد، تمام. فمن ضمن التطبيقات الكويسة في موقع اسمه englegreen.com، ده ممكن نحمل منه ملف في الريفت يحول لنا المشروع لصيغة يقبلها، تمام. فانا هاجي هنا واقول له حمل لي الصيغة ديت، تمام، واقول له شو اون فولدر. فالفولدر اهوت، هاخد الملف دوت واقول له كوبي، واروح رايح للسي بروجرام داتا. لو انا ما عنديش البروجرام داتا هاجي هنا ادوس الت واقول له تولز فولدر اوبشن، واقول له من فيو هقول له شو هيدن فايل. اوكي، هدخل على البروجرام داتا. طبعا هنروح على اوتو ديسك لان هي اللي عامله الريفت، وهدخل هنا جوه الريفت، تمام. هلاقي مايكرو ادنس، احنا شغالين بالادنس 2014. هقول له بيست، تمام، واقول له فكلي الضغط هنا اكستراكت هير، تمام. هو مجرد ان انت فكته على طول هتروح للريفت هتلاقيه عمل لي اوبجكت اكسبورت، تمام، مش محتاج ان انت تعمل ريستارت ولا حاجه خالص. هقول له اوبجكت اكسبورت وابدا اختار مكان يكون فاضي خالص. تعالى نعمل فولدر جديد، نيو فولدر، بحيث ان انا بعرف ان كل الملفات دي تبع الشغل بتاعي. واقول له ايه سيف، واقول له اكسبورت. دي اللي اختار بقى انت شغال بالمتر بالسنتيمتر بالمليمتر حسب الحاجة اللي انت شغال بيها. هاجي هنا هقول له نيو فولدر 2، تمام. دي الملفات هضغطها كلها زد اي بي، تمام، هو ده الملف اللي انا عايزه في الشغل بتاعي. هروح للموقع، تمام، اللي هو اوجمانتد، تمام، ادي هو الموقع، واقول له انا عايز ادخل لوجن. فبيديني يقول لي اكتب الاسم والباسورد، بقول له اد موديل، واروح داخل نيو فولدر 2 واحمل له الملف دوت. الملف اول ما بيتحمل بيقول لي بقى انت عايز الدايمنشن قد ايه، الادفانسد الديسبلاي الشكل بتاعه. طيب انا اول ما بيتحمل خالص قول لي ان انا اخليه بابليك لكل الناس تشوفه، او برايفت لازم انا بس اللي اكون مدخل الاسم والباسورد عشان اقدر اشوفه، تمام. طيب هقول له سيف اند بابلش، واقدر اعدل في اي وقت، تمام. انا مسميه نو فولدر 2، طبعا تقدر تغير الاسم في اي وقت، تمام. تمام، ناقص بس خطوه هي ايه، ان انا هاجي هنا اقول اول تراكس، تمام. ده بيقول لي المشروع ممكن تحمل له اي صورة، احمل اي صورة اليها عندي على الجهاز، اي صورة مثلا بلان معين، اي حاجة تبع الشغل، تمام. مفيش صور بالنت، حمل اي صورة. هو اوتوماتيك اصلا بيعمل لي شكل معين، فبيقول لي عايز تربطها بأنهي مشروع، فبقول له مثلا اربطها بالمشروع اللي احنا لسه مسمينه نيو فولدر 2، تمام. وبيقول لي حمل، لو انت عايز تحمله من ملف او من فولدر هقول له سيف اند بابلش. كده اقدر اروح للبرنامج التاني اللي هو اوجمانتد، تمام. اقول له اسكان، ستارت سكان، تمام. تعالى مثلا نحمل المشروع دوت، هو لقط، وطبعا تقدر تطبع الصورة ديت وتشتغل بيها على ورق من الورق عادي. هو بيحمل المشروع على الموبايل، انا مستخدم جهاز واحد صاحبي على اساس تبقى الحاجة فعلا حقيقية جديدة، تمام. اظهر المشروع، طبعا لو طبعت على الورق برضه هيبقى نفس الفكرة، اهو ثلاثي الابعاد، تمام اهو. فهي الفكرة بسيطة جدا وسهلة وما فيهاش أي مشاكل إن شاء الله. الفكرة كلها بس إن أنت توصل لصيغة موجودة. يعني لو أنا عندي الأوتوكاد،
تمام، ببدا ادور ازاي اصدر لنفس الامتدادات ديت. ممكن احمل بلجن، ممكن اقول له فايل سيف از واشوف ايه الحاجات اللي هو ممكن يصدرها. لو عندي 3 دي ماكس نفس الفكره، كلها نفس الموضوع، ما حدش يتخض وما حدش يقعد يقول طب لو انا عايز كذا. انت ممكن تصدر من اي حاجه للاوتوكاد او للريفيت، تعمل له امبورت وتمشي بنفس الخطوات. او هتلاقي كل الادوات ان شاء الله هنشرح برنامج برنامج فيهم ازاي نبدا نشغل عليه. اخوكم عمر سليم.